تأتي من وضع طبقات من كريم الأساس على وجهك حتى تخفي البقع الداكنة وتوحدي لون بشرتك. الانتفاخات والهالات السوداء حول العين تسبب لك الإحراج. الآن أنت لست مضطرة لإنفاق الآلاف. لشراء مستحضرات التجميل يمكنك أن تحصلي على إشراقة النجوم وأنت تنعمين بالراحة والخصوصية في المنزل. ستمنحك مجموعة وايت بلان من جاتينو الشعور بالسعادة والثقة ببشرتك. ابقي معنا حتى تتعرفي على المزيد حول مجموعة وايت بلان من جاتينو. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من عالم التسوق. اليوم بحلقتنا رح نحقق حلم كل سيدة. مين منا ما بيحلم أن يكون عنده بشرة نقية نضرة ومشرقة؟ وأكيد كلنا عنا تصبغات من دل عتلين همها ومن دل أكيد حابين نتخلص منها بأي شكل من الأشكال. بحلقتنا اليوم ما في شيء مستحيل. أكيد غيدة، نحن اليوم رح نوضح لكم مشاهدينا مشكلة التصبغات. التصبغات بداية ممكن تصيب أي بشرة شو ما كان نوعها، يعني لو كانت البشرة سمراء بيضاء وحتى أسيوية، وهذا بيكون لأجل عوامل وأسباب عديدة من ضمنها الاضطرابات الهرمونية، التقدم بالعمر، التعرض للشمس، وحتى أيضا التدخين والإجهاد النفسي. سارة صحيح كتير، يعني الشمس بتحبنا كتير ونحن كتير منحبها، بس لازم ننتبه لها لأنه هي كتير مؤذية وعدوتنا بالدرجة الأولى وبتشكل تصبغات مهمة إذا ما انتبهنا لها. في كتير من الأشخاص بيلجأوا لعلاجات قوية كتير مثل تقشير البشرة بالليزر أو الليد، والبعض الآخر بيلجأ لعلاجات طبيعية بالبيت، يعني بيلجأوا للسوس، لللبن، وأيضا للليمون الحمضي. بس بعض هالعلاجات الطبيعية أوقات بيكون عندها تأثير، بس تأثيرها بيكون محدود، وببعض الحالات الخوف الكبير أنه يكون عندها آثار جانبية بتكون مؤذية كتير. ولهيدا السبب نحن اليوم اخترنا لكم مشاهدينا مجموعة وايت بلان من جاتينو. هيدي المجموعة رح تقدر تساعدكم لتفتحوا وتبيضوا بشرتكم بكل خصوصية وراحة انتو ببيوتكم. هيدي المنتجات من جاتينو هي خضعت للعديد من الدراسات والاختبارات الصارمة وصنعت بفرنسا، وهي قدموها لحتى تأمن لكم أعلى درجات السلامة والفعالية. وهيدا أكيد غيدا الشي اللي دايما بينصح فيه الأطباء وأخصائي التجميل. أكيد سارة، لأنه جاتينو عندها تاريخ كتير عريق، يعني تأسست جاتينو بالثلاثينات من القرن العشرين على يد السيدة جين جاتينو، وهي أخصائية التجميل وأخصائية بالعلاج الطبيعي. وأكيد الهدف الكبير كان عندها أنه تهتم بكل سيدة بتحب تعتني بجمالها، وأكيد هيدا هدف كل سيدة منا. اليوم تعتبر جاتينو من العلامات التجارية الأولى بالعالم، وهي موجودة بأكثر من 50 دولة بالعالم. وين ما رحتوا بأهم المنتجعات بأهم الفنادق بالعالم فيكن تلاقوا جاتينو. وحتى إذا أنتم موجودين بالبيت وحابين تسترخوا فيكم تستعملوا منتجات جاتينو أنتم مرتاحين، وتقدروا تحصلوا على أفضل النتائج بأقل وقت ممكن. مجموعة وايت بلان مشاهدينا هي بتساعدكم مثل ما ذكرنا لحتى تفتحوا وتوحدوا لون بشرتكم، بالإضافة أيضا إلى أهداف رئيسية وأساسية، وهي بتساعد على إزالة التصبغات، بتخلينا نتخلص من اللمعان وزيادة الدهون اللي بتكون موجودة على البشرة، بالإضافة إلى ترطيب البشرة وأيضا شدة. كل هيدا الشيء باتباع ثلاث خطوات محددة. تؤمن جاتينو أنه لازم نتبع طقوس الجمال خطوة بخطوة حتى نقدر نحصل على أفضل النتائج بوقت أقل. ومثل ما ذكرنا قبل غيدة أنه هني بيقدروا يحصلوا على نتائج مثالية باتباع ثلاث خطوات بسيطة. أول شيء مشاهدينا، أنتوا بحاجة لحتى تحضروا بشرتكم، وهيدا الشيء بتحصلوا عليه من خلال استخدام المقشر من وايت بلان. أما الخطوة الثانية فهي العناية اليومية من خلال استخدام منتجين موجودين أيضا بمجموعة وايت بلان، واللي هو كريم تفتيح البشرة وسيرم تفتيح البشرة. أما الخطوة والثالثة فهي العناية المركزة للبشرة، وهيدي بتكون من خلال استخدام السيروم الخاص بمحيط العين والرولون اللي هو خاص بس بالبقع البنية. أكيد نحن حنحكيكم بالتفصيل عن هيدي المنتجات بسياق الحلقة. سارة خلينا نوضح للمشاهدين الفايدة على البشرة من خلال الأهداف الثلاثة. تفتيح لون البشرة بيساعد على تقشير سطح الخلايا الميتة المليئة بالميلانين، وبيساعد على تقليل إفراز الميلانين من مصدر الإفرازات نفسه، وكمان بيساعد على زيادة نسبة الميلانين الشفاف اللي نحن بحاجة له مع تقليل الميلانين الداكن اللون، وبالتالي بيساعدنا على تقليل ظهور التصبغات. بالإضافة لهذا الشيء كمان بتشتغل مضادات الجذور الحرة الموجودة بالكريم على حماية البشرة
من كل العوامل الخارجية. أما مشاهدينا بالنسبة للهدف الثاني اللي بتحققه مجموعة وايت بلان، بتساعدنا لحتى نمتص كل الدهون واللمعان اللي موجود على البشرة، وهيدا لأنه المكونات اللي موجودة بتساعد على عدم انسداد الغدد الزيتية، بتساعد أيضا على إعادة أو تنظيم إفراز الزيت اللي موجود على البشرة، بالإضافة إلى تنقية البشرة. أما بالنسبة للهدف الثالث فهو الترطيب، فهو بيساعد كتير على ترطيب البشرة بشكل جدا فعال، وأيضا على تجميل الوجه، بالإضافة إلى شد البشرة، وهيدا من خلال عامل الشد اللي هو بيحتوي على مركبين، البيبتي ليفت اللي هو بيحتوي على مواد بروتينية بتساعدنا على شد البشرة على الفور، والفيكسي ليفت اللي بتساعدنا أيضا على شد البشرة لأنها بتحتوي على فيتامين F. مثل ما شفتوا مشاهدينا، مجموعة وايت بلان بتقدر تعطيكم نتائج وأهداف بتعود على بشرتكم بالتفتيح، وبتوحد لون البشرة، وبتخلصكم أيضا من المشاكل الزيتية والدهون. اتصلوا فينا على الأرقام اللي مبيني قدامكم على الشاشة لتحصلوا على هيدا المنتج اللي عن جد مميز من جاتينو. يمكنكم الطلب الآن بالاتصال على أرقام بلدكم الظاهرة على الشاشة، أو قوموا بزيارة موقعنا الإلكتروني www.citruscv.com. كثير من الأشخاص بيعتلوا هم كيفية الاعتناء بنفسهم، وبيقولوا أنه بدهم ياخدوا وقت كتير حتى يقدروا يحافظوا على بشرتهم. مع جاتينو وايت بلان ما راح يكون عندكم هالمشكلة أبدا. بيساعد مقشر الوجه المفتح للبشرة أو سكراب، وهو مزود بحبيبات الجوجوبا وكمان تركيبة خاصة لتفتيح البشرة، على تنقية وتفتيح البشرة بشكل شامل ولكن بشكل لطيف، وكمان بناعم البشرة ونسيج البشرة لحتى تبين بلون أفتح وموحد ومشرق. بيحتوي على تركيبة التفتيح بتساعد بتقليل ظهور التصبغات، وكمان في تركيبة للتنقية بتنقي وبتنظف وبتمتص الدهون ولمعان البشرة، وفي كمان تركيبة للتقشير بتزيل شوائب البشرة والخلايا الميتة بطريقة كتير رقيقة. وبيحتوي أيضا على عوامل مهدئة، بالإضافة إلى مضادات للجذور الحرة بتساعدنا من حماية البشرة من جميع الأضرار. استخدامه غيدة سهل كتير، كل اللي عليهم يعملوه إنه يحطوا الكمية اللي مطلوبة على الوجه والعنق، ونقوم بتدليك هيدي المنطقة بحركة دائرية، وأكيد لازم ننتبه إنه تكون هيدي الحركة جدا لطيفة، ونبتعد مشاهدينا تماما عن محيط العين، لحتى كلنا بنعرف إنه محيط العين هو كتير حساس، فمنتفادى إنه يوصل المقشر على هيدي المنطقة. مثل ما شفتوا مشاهدينا، المنتج بيحتوي على حبيبات كتير صغيرة بتساعدنا لحتى نشيل كل المواد أو يمكن الخلايا الميتة اللي موجودة. طريقة استخدامه مثل ما ذكرنا سهلة، فينا نحن نستخدمه من مرة لمرتين بالأسبوع أو حتى أكثر حسب حاجة البشرة. ريحته كتير حلوة، أنا لهون عم شم ريحته كتير يعني حلوة. مثل ما قلتي طريقة الاستعمال كتير سهلة ودغري، يعني بيقدروا يتخلصوا منه. حتى هون عم نشوف قبل المية يعني قدرتي كمان تتخلصي من هالسكراب. أما هلا مشاهدينا، المنتج الثاني اللي متوفر معنا من وايت بلان هو السيروم اللي خاص بتفتيح البشرة. هيدا السيروم بيحتوي على جل عالي التركيز، بيساعدنا لحتى نتخلص من جميع التصبغات اللي موجودة على البشرة، لأنه بيشتغل بشكل رئيسي على الإفرازات اللي بتكون عم تطلع ببشرتنا، فبيتحكم تماما بإفراز الميلانين. سارة، السيروم بيحتوي على المعادن الموجودة بأعشاب البحر، وكمان بيحتوي على الفيتامين سي والأحماض الأمينية وخلاصة جنين القمح لحتى يقللوا نشاط التصبغات، وأكيد كمان يقللوا نسبة إفراز الميلانين. مشتقات السكر للترطيب موجودة كمان بالسيروم، مركبات لامتصاص لمعان ودهون البشرة لتنظيم إفراز الزيوت، وكمان تنقية البشرة أكيد، ومنع تجميع الزيوت وتنقية البشرة. مركبات لشد البشرة موجودة بشكل كتير واضح، لأنه هذا كمان بهم كل ست، لتحسين خلايا البشرة من خلال شدها وتحديدها وتهدئتها مع شدة لفترة أطول. وغيدة، مثله مثل باقي المنتجات اللي متوفرة معنا من وايت بلان، طريقته أو سهل الاستعمال كتير. كل اللي علينا نعمله أنه نحط الكمية اللي نحن مرغب فيها
على الوجه والعنق ونقوم بتدليك هيدي المنطقة اللي نحن حطينا عليها السيروم. ومثل ما عم بتشوفي غيدة بيقدر الجلد يمتصه تماما من دون ما يترك أي طبقة يمكن زيتية أو مزعجة. صحيح. لأنه نحن كمان قلنا أنه هو عدا أنه بيشيل كل التصبغات الموجودة، هو أيضا بيمتص كل الدهون اللي موجودة على البشرة. طريقة استخدامه مشاهدينا فيكم تستخدموه مرتين بالنهار صباحا ومساء، لأنه هو يعد عناية يومية للبشرة. وأثبتت إحصاءات مؤخراً على الناس اللي جربوا هيدا المنتج لمدة شهر، طلعت الإحصاءات أنه 88% كانوا راضين تماماً على الصفاء اللي صار للبشرة وتوحيد لونها، ونسبة 82% حسوا بزيادة كتير ملحوظة بدرجة بياض البشرة. صار المنتج الثالث اللي رح نحكي عنه اليوم من وايت بلان من جاتينو هو الكريم الواقي والمفتح للبشرة. هو مرطب مغذي بيساعد على تفتيح لون البشرة وتوحيد لونها، وكمان بيزيد إشراقتها مع الاستخدام المستمر. مش رح تشعر البشرة بالراحة، بس كمان رح تصير خالية من الدهون، وهذا الشيء رح يساعدها على تنعيم وشد البشرة، وبيحتوي على نفس المكونات اللي موجودة بالسيروم، بالإضافة لكريم واقي من الشمس بيحتوي على عامل الحماية من الشمس SPF 15 لحماية البشرة من أضرار الشمس. وطريقة الاستعمال مشاهدينا سهل كتير، بما أنه نحن ذكرنا بداية أنه هو علاج يومي، يعني لازم نحن نحطه مرتين باليوم صباحا ومساء. كل اللي علينا نعمله أنه نحن نحط الكمية اللي نحن بنرغب فيها على منطقة الوجه والعنق، ونقوم بتدليك هيدي المنطقة لحتى نتأكد أنه الجلد عم يمتص كل المكونات اللي موجودة. مثل ما شايفين الجلد بيقدر يمتصه بكل سهولة. وبما أنه نحن بداية ذكرنا أنه نحن السيروم هو عندنا الطبقة الأساسية، فلازم إذا نحط السيروم على الوجه والعنق وبعدين نحط كريم التفتيح، لأن نحن بحاجة أنه تكون في طبقة حامية وواقية لكل المكونات اللي موجودة بالسيروم لتقدر تعطينا الفعالية اللي نحن بنرغب فيها على بشرتنا. بس بالنسبة لنا سارة، يمكن أهم شيء هو أنه نركز بالنسبة لمحيط العينين ما نستعمل ولا كريم، إن كان كريم لليل أو كريم للنهار، لأنه بنعرف أنه محيط العينين هو كتير كتير حساس. لسبب ضمن وايت بلان من جاتينو في سيروم مفتح للعينين، وهو مركز بشكل كتير كبير، وهو أكيد عنده عدد كتير كبير من الوظائف، لأنه تم تحضيره خصيصا للاستخدام مع هالمنطقة الرقيقة حول العينين. بتساعد هالتركيبة على تقليل ظهور التصبغات من خلال تحفيز فرط النشاط المخفض للميلانين، وشي بيؤدي لإفراز الميلانين الشفاف اللي نحن بحاجة له، ومش الميلانين داكن اللون. وهيدي المكونات كمان بتساعدكم لحتى تتخلصوا من الانتفاخات اللي بتكون موجودة تحت العين، لحتى نتخلص من الهالات السوداء اللي بأغلب الأوقات بتكون كتير مزعجة. بالإضافة أيضا بيساعدنا لحتى نرطب هيدا المحيط اللي هو بيكون حوالين العين وبحاجة لترطيب كافي، وأيضا على شد هيدي المنطقة. فمشاهدينا، إذا نحن حصلنا على كل هيدي الأشياء بالمنطقة اللي هي خاصة بمحيط العين اللي بتعطي إشراق ونضارة للبشرة، بنكون نحن حققنا شيء كتير كبير وأيضا فعال. بالنسبة لهالسيروم اللي عم نحكي عنه، هو بيحتوي على تركيبة للتبييض بتساعد على تقليل ظهور التصبغات من خلال الأكتيف لو أو خلاصة الخميرة، وكمان بيشتغل على تقليل ظهور انتفاخات العينين من خلال خلاصة شجرة كستنا الحصان. وهذا شيء ما دايما بنعرف أنه في هيك مستخلصات أو ممكن نقدر نستعملها للحفاظ على بشرتنا. كمان هذا الشيء بيقلل ظهور الهالات السوداء اللي هي مزعجة كتير، خاصة للمدخنين أو الأشخاص اللي بيدخنوا، الأشخاص اللي ما بيناموا منيح. بقى كمان بنعرف انه اهم شيء لحتى نقدر نحافظ على عيوننا بشكل مريح هو انه نرتاح منيح، وكمان يكون عندنا نظام غذائي معتدل ومنظم. بالاضافه ايضا انه بيحتوي على تركيب لتلطيف هيدي المنطقه، وايضا على تركيب لترطيب المنطقه وشد البشره. مثل ما ذكرتي بدايه غيدة انه هيدي المنطقه هي جدا حساسه، فنحن لازم تكون كل المكونات اللي عندنا فيها ترطيب وتلطيف كافي لهيدي المنطقه. سارة، بالنسبة لطريقة استخدام السيروم المركز لمحيط العينين، فيهم يستخدموه بهيدي الطريقة. أكيد بيقدروا يوضعوا هالكمية الصغيرة مش على إيدهم إنما على عينهم، نحن ما رح نقدر هلأ نوضعها على عيوننا، وأكيد يفركوها بطريقة كتير ناعمة. محيط العينين كتير دقيق، يعني ما فيكن تستخدموا كريم العينية بالبشرة بالنسبة لكريم النهار أو كريم الليل على محيط العينين. فإذا بتحطوا هيدا السيروم بهيدي الطريقة الكتير ناعمة، طريقة التربيط، فيكن تستعملوه صبح وليل، يعني أو الصبح أو الليل بس، وأكيد بتخلصوا من كل المشاكل اللي بتتعرضوا لها على محيط العينين، انتفاخات العيون، الهالات السوداء وغيرها وغيرها. وهلأ مشاهدينا رح نعرفكن على آخر منتج موجود معنا لليوم، هو الرولون اللي بيساعدكن لحتى تتخلصوا من البقع
البنية وكل التصبغات اللي موجودة على بشرتكم. بيحتوي على تركيبة تفتيح ثلاثية، بيحتوي أيضا على مواد مهدئة وملطفة للبشرة، بالإضافة إلى مضادات للجذور الحرة من مشتقات فيتامين إي. طريقة استعماله مشاهدينا سهلة كتير، مثل ما شايفين هو بيجي على شكل قلم، ممكن نحن لأنه حجمه كتير صغير فينا نحن نحطه بالحقيبة معنا، ما بياخد منا أبدا أي حجم وما بيغلبنا. كل اللي علينا نعمله إذا نحن منشوف على الكاميرا هون، نحط هيدا الرأس اللي موجود على البقع البنية اللي موجودة على بشرتنا، بس على البقعة اللي نحن حابين نتخلص منها أو على التصبغات اللي بدنا نتخلص منها، مش على كامل الوجه. ممكن نحن نستخدم مشاهدينا أكثر من مرة بالنهار وبأي وقت نحن بدنا إياه، وحتى إذا كنا حاطين أي نوع كريم وحتى إذا حاطين الميك أب، فهو جدا فعال. كل المكونات اللي موجودة بقلبه بتوصل للبشرة حتى لو كنا نحن حاطين أي شيء. بس بحب إلكم، مش يعني إذا بيوصل للبشرة بطريقة فعالة إنه هو مؤذي للبشرة أو مكوناته كتير كيميائية، بالعكس هو بس فعال بهالطريقة بيقدروا يتخلصوا من البقع البنية التصبغات بكل سهولة. كمان سارة بدنا نقول للمشاهدين انه اذا كانوا بدهم يستخدموا مجموعة وايت بلان لتفتيح البشرة، كل شيء عليهم يعملوه انه ينظفوا بشرتهم باي منظف، ثم يوضعوا ملطف، وبعدين يستخدموا مقشر لتنقية وتصفية الوجه. اما الخطوة الثانية مشاهدينا، كل اللي عليكم تعملوه انكم تستخدموا السيروم الخاص لتفتيح البشرة، ومن ثم تحطوا كريم تفتيح البشرة. اما اذا حابين تستخدموا المجموعة كاملة، كل اللي عليكم تعملوه تحطوا سيروم تفتيح البشرة، من بعد هيك تحطوا السيروم الخاص لتفتيح العينين، وبعدين تحطوا كريم الواقي أو الكريم مفتح للبشرة. وآخر خطوة عليكم تعملوها أنكم تحطوا الرولون، اللي مثل ما ذكرنا فيكم تستخدموه أكثر من مرة بالنهار، يعني لمدة يمكن بتتراوح 6 مرات. مثل ما شفتوا مشاهدينا، هيدي مجموعة متكاملة بتعطيكم لون متجانس لبشرتكم، وأيضا بتخليكم تتخلصوا من كل التصبغات. اتصلوا فينا على الأرقام اللي مبينة قدامكم على الشاشة لتحصلوا على هيدي المجموعة المتميزة من جاتينو. مجموعة وايت بلان من جاتينو هي الحل السحري لتفتيح وتوحيد لون البشرة، فهي برنامج روتيني متكامل للعناية بالجمال. استخدمي مقشر تفتيح البشرة لتنقي وتفتحي بشرتك بلطف، وتجهزيها لاستخدام باقي المستحضرات. يوضع القناع بحركة دائرية على الوجه والرقبة مع تجنب الأماكن المحيطة بالعينين. ثم يتم بعد ذلك غسل الوجه. استخدميه مرة إلى مرتين أسبوعياً. أما مصل تفتيح البشرة فهو عبارة عن علاج يومي يساعد على تفتيح ومنع وتقليل ظهور التصبغات. يوضع في الصباح والمساء على الوجه والرقبة. والمفتح للبشرة فهو عبارة عن علاج يومي للترطيب العميق، ويساعد على تفتيح لون البشرة وحمايتها من أشعة الشمس الضارة. ويوضع هذا الكريم في الصباح والمساء بعد وضع مصل تفتيح البشرة. مصل التفتيح المركز لمحيط العينين هو علاج مركز يساعد على تقليل ظهور الانتفاخات تحت العينين، ويعتبر حلاً فعالاً وممتازاً للهالات السوداء، ويوضع على المنطقة المحيطة بالعينين صباحاً ومساءً أو وفقاً لاحتياجاتك. أما رول أون المضاد للبقع البنية يعد علاجاً مركزاً يساعد على تقليل ظهور البقع البنية وغيرها من التصبغات، ويمكنك حمله في حقيبتك واستخدامه أينما كنت. باستخدامك لمجموعة وايت بلان من جاتينو ستنعمين ببشرة فاتحة موحدة اللون وخالية من التصبغات الجلدية.
يمكنكم الحصول على كريم ومصل التفتيح والترطيب وتقليل ظهور التصبغات بسعر $190. كما يمكنكم الحصول على المقشر لتفتيح وتنقية البشرة بسعر $60. أما مصل التفتيح المركز لمحيط العينين للتخلص من الانتفاخات والهالات السوداء متوفر بسعر $99. الرول أون للتخلص من البقع البنية وغيرها من التصبغات المزعجة متوفر بسعر $83. أما مفاجأة عالم التسوق هي اشتروا جميع مستحضرات وايت بلان من جاتينو بسعر $372، تصلوا الآن كي تحصلوا على حسم بقيمة $60. مع مستحضرات وايت بلان من جاتينو ستنعمين ببشرة فاتحة موحدة اللون وخالية من أي عيوب. سبب الشمس بشرتي توشي غمقات وصار يطلع لي بقع داكنة. جربت كتير كريمات لتفتيح البشرة بس ولا شي زبط معي. كريمات تفتيح البشرة بالعادة بتجفف بشرة وشي وأنا بشرة وشي شوي جافة. لحد ما استخدمت مصل وكريم وايت بلان بشرتي رجعت للونها الطبيعي والبقع الداكنة راحت بطريقة ملحوظة جدا وبشرة وشي صارت رتبة أكتر ومضيئة أكتر. أنا بعاني من البقع والتصبغات الجلدية، تعبت كتير من استعمال كريمات الأساس عشان أغطي هاي المشكلة. استعملت مستحضر وايت بلان، حسيت بالفرق بسرعة، حسيت إنه الهالات والانتفاخات حوالين العين اختفت وإنه البقع اللي كانت ببشرتي كلها اختفت، صارت بشرتي ناعمة أكتر ومشرقة أكتر. وايت بلان سهل استعماله وفعال جدا. مع مرور الوقت حسيت إنه بشرتي صارت داكنة فيها بقع وهالات سوداء، قررت إني أعالج الموضوع بإني أستخدم منتجات وايت بلان. بالفعل كان قرار كتير صحيح لأنه ساعدتني إني أتخلص من كل هالمشاكل، والأحسن من هيك إنه كريم ومصل التفتيح ساعدني كمان بشد البشرة. ما كنت أتوقع إني أحصل على هيك نتائج بوقت كتير قصير. يمكنكم الطلب الآن بالاتصال على أرقام بلدكم الظاهرة على الشاشة أو قوموا بزيارة موقعنا الإلكتروني www.citrusdv.com. فإذا سارة بدنا دائما نفكر انه بما انه عم نتبع نظام لا تنقيه ولا تفتيح البشره، اهم شيء نحن عم نشتغل على برنامج وايت بلان من جاتينو انه نبعد كليا عن الشمس ونحميها من الشمس. نحن عم نتبع هالنظام لانه دائما بنقول انه الشمس دائما بتكون ناطرتنا بالمرصاد، يعني حتى نحن عم نسوق السياره كمان هيدا الشيء مش لازم يكون، لانه الشمس بتكون كتير قويه بكل وقت من النهار وبنعرف امتى نتعرض لها. واكيد عوامل خارجيه ثانيه بتلعب دور انه تقدر نتعرض من خلالها تصبغات ويكون وجهنا ما عنده بشرة موحدة. أما مشاهدينا هلا مع مجموعة وايت بلان صار فيكن أنتوا تفتحوا بشرتكن وتوحدوا اللون أيضا، وصار فيكن تتخلصوا من جميع التصبغات اللي موجودة، لأنه مثل ما ذكرنا هو بيساعد على إعادة أو تنظيم إفراز الميلانين اللي موجود على البشرة. هيدي المجموعة هي أطلقت للرجال وللسيدات اللي حابين أنه يحصلوا على لون متجانس ولون بشرة كتير نضر. هيدي المجموعة بتأمن تكون نتائج سريعة، ما نكون بحاجة أبدا لحتى تنطروا وقت كتير طويل، والأهم من هيدا كله أنه من دون أي آثار سلبية. سارة هيك منكون عرفنا المشاهدين على مجموعة وايت بلان من جاتينو. منودعكم ومنلاقيكم بحلقة جديدة من عالم التسوق. باي باي.